السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشارقة اليوم. مشاهدين الكرام، تعمل هيئة كهرباء ومياه الشارقة على توفير خدمات متميزة من الكهرباء والماء والغاز الطبيعي للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة، بما يتواكب مع متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الريادة في تقديم هذه الخدمات. مشاهدينا الكرام، إذن في هذه الحلقة من برنامجكم الشارقة اليوم سنتعرف على الدور الذي تلعبه هيئة كهرباء ومياه الشارقة وما تقدمه من خدمات متنوعة في هذه المجالات. نرحب بضيفينا في هذه الحلقة. نرحب بالمهندس عثمان سرور الماس، مدير إدارة التحكم والمراقبة في هيئة كهرباء ومياه الشارقة. مساك الله بالخير مهندس عثمان. الله يمسك بالنور والعافية. كذلك نرحب بالأستاذ محمد عبد الله، مدير إدارة التميز في الهيئة. مساك الله بالخير محمد. مساك الله بالنور. يعني بداية سؤال عندك أستاذ محمد، لو نتعرف على رؤية وشعار ورسالة هيئة كهرباء ومياه الشارقة. تتمثل رؤية هيئة كهرباء ومياه الشارقة بأن تصبح هيئة عالمية، وتمثل الرسالة بتوفير خدمات ذات مقاييس عالمية عبر تشكيل فرق إيجابية، وتستمد الإبداع والابتكار كعنصر أساسي في تنفيذ هذه الرسالة. جميل. طيب سؤالي للمهندس عثمان، وأسأل بداية عن إدارتكم مهندس عثمان، اللي هي إدارة التحكم والمراقبة في الهيئة، ما طبيعة هذه الإدارة؟ أولا أشكرك أخ علي على هذه الاستضافة. بالنسبة للإدارة، هي تقوم بإدارة التحكم في شبكات الكهربائية. طبعا شبكات الكهربائية تبتدي من توليد الطاقة في محطات الطاقة، بعدين نقل الطاقة الكهربائية، وبعدها توزيع الطاقة على المستهلكين. فكل هذا هي عبارة عن سلسلة، وهذه السلسلة تحتاج إلى تحكم ومراقبة من ناحية جودة هذه الكهرباء التي تصل إلى المستهلكين. فكل هذه المراحل طبعا تقوم فيها هذه الإدارة. احنا عبارة عندنا شابكين كل محطات الكهرباء الموجودة في الإمارة، بالإضافة إلى محطات التوليد، ونقوم بمراقبتها والتحكم فيها. كل اللي في الإمارة؟ تقريبا كل الإمارة. عن طريق هي عندنا احنا اللي يسمونه سكادا، أو اللي هو الكنترول هذا. أيوة. التحكم هذه موجود في منطقة الناصرية، مبنى وفيه كل هذه المواصفات طبعا، وفي ناس 24 ساعة يشتغلون هناك. طبعا السلسلة كلها هذه مثل ما أقول لك أنا تراقب، وطبعا على حسب طلب المستهلكين احنا نقوم ب إعطائهم هذه الطاقة أو الزيادة أو النقصان فيها. أيوة. نعم. طيب جميل. أستاذ محمد، أبرز أهداف الهيئة شو هي؟ نعم. طبعا ارتئينا في الهيئة لنحط الاستراتيجية والأهداف في كتيب ويكون في متناول الجميع. فبالتالي تم عمل كتيب اللي تشوفونه قدامكم هذا باستراتيجية الهيئة حتى 2020، وتم وضع نسخة إلكترونية منه على موقع الهيئة الإلكتروني لمتناول الجميع، ممكن أي حد يطلع عليه. بحاول ألخص الأهداف الرئيسية اللي هي لتناسب الجمهور بمستوى يكون بسيط. طبعا من الأهداف الرئيسية عندنا اللي هم الأشخاص الأفراد. ترتكز الهيئة على تركيز على الأفراد من ناحية تقديم الخدمات وتحسين وتطوير البنية التحتية، حتى أنها توفر لجميع الساكنين بخدمات مريحة بمقاييس عالمية. أساس نوصل لهذا المستوى، حصلت الهيئة العام على ISO
50,000 واحد زائد مشروع متكامل لإدارة النظام الإدارة المتكامل. هذا المشروع طبعا كان في فترة قياسية جدا بمجهودات ما شاء الله فرق عمل. بتكلم وياك عقب عن فرق العمل شوية. أن تم حصول على ISO 50,000 واحد، فبالتالي الآن جميع الأعمال اللي نقوم فيها الهيئة للتركيز على الأفراد تعتني على ستاندرد ومقياس عالمي للISO 50,000 واحد، اللي هو يعني بترشيد استهلاك الطاقة. هذا من ضمن الأهداف. الهدف الثاني الحفاظ على البيئة. طبعا ما ننسى أن الاستدامة معيارها الرئيسي، معيار من معايير الاستدامة الرئيسي اللي هو البيئة. فبالتالي نحن نسعى بشكل دائم على حفاظ على البيئة، و سعي بشكل مستمر على ان كيف ندور الفرص التحسينيه بحيث ان احنا نقلل من الانبعاثات الكربونيه. وبين هذا الشيء زائد المشاريع التنمويه من ناحيه تطوير الشبكه الكهربائيه واستغلال الطاقه البديله في الهيئه. نعم مهندس عثمان، فيما يتعلق بالإدارة نفسها، إدارة التحكم والمراقبة، على اعتبارنا الهيئة هيئة الشارقة ومياه الشارقة، في بينها وبين جميع الجهات المحلية وكذلك بعض الجهات الاتحادية تواصل، ما يعني لابد أن تتواصل معها، ما يصير أن تعمل يعني مفردة. ماذا عن إدارة التحكم والمراقبة مع يعني تعاونها مع الجهات الأخرى كإدارة مباشرة؟ نعم. يعني تعاونها مع الجهات كالدفاع المدني مثلا أو غيره. أولا بتكلم عن موضوع اللي هو محليا، طبعا احنا يمكن احنا ننفذ جميع الامور او المبادئ اللي تقوم فيها اللي هي اداره الكوارث والازمات اللي موجوده في الشارجه، وهي طبعا هذه محليه، وطبعا هي ارتباطها في كل الادارات الثانيه اللي هي خاصه بالدفاع المدني في حاله حدوث اي شيء ضرر معين بالنسبه للشرطه، بالنسبه للامور الثانيه خاصه بالميناء، خاصه ب يعني المواني اللي موجوده عندنا احنا في الشارجه، من ناحيه حتى اذا كانت اشياء خاصه في المياه او الكهرباء او الغاز مرتبطه باي جهه محليه، احنا نكون الجهه الاولى التي تقوم بالابلاغ او التواصل مع الجهات هذه. احنا عندنا خطوط ساخنه عندنا موجوده في بعض الجهات على أساس أن احنا نكون في تواصل مستمر معاهم في حالة الطوارئ. أيوة. في الأمور العادية طبعا احنا إذا بتقول لي مثلا احنا في حالة مثلا حصولنا على الوقود عشان أنت توصل إلى محطات الكهرباء تحتاج إلى كثير من الأمور أو الإجراءات، إجراءات سلامة، إجراءات أمنية، إجراءات خاصة بكثير من الرسائل والأشياء هذه، فتقوم فيها هذه الإدارة. إحنا يعني مثل ما قلت لك أنا السلسلة كلها من البداية للنهاية تكون موجودة، تعاون كبير مع الجهات طبعًا، يعني مش جهة وجهتين طبعًا. أيوة. طبعًا. طيب أرجع لك أستاذ محمد وأسأل عن إدارتكم، إدارة التميز. نعم. يعني إيش استفيد أنا كمستهلك؟ نعم. من هذه الإدارة. نعم. طبعا التميز عنوان كبير يحمل هذا العنوان، أن بصمة تخلي الهيئة تتميز بشكل مستمر بتقديم خدمات للجمهور بشكل متميزة. طبعا الفترة الأخيرة لاحظت يمكن أن كانت تسعى الهيئة أنها تتميز عن طريق إدارة التميز بوضع مؤشرات أداء حق الإدارات بشكل عام. تم وضع فوق 300 مؤشر أداء زائد قياسها، وضع أهداف لكل إدارة وقياسها بعد. فالأثر اللي وصل على المستهلك من خلال هذا الشيء أو المشتركين من خلال مراكز الخدمة، كان عندنا مؤشر ما أخفى عليك اللي هو المستهلك أو المشترك يوم كان يوقف حسب الدفع كان ينتظر ما يقارب 45 دقيقة ل 40 دقيقة فترة انتظار. أما اليوم قلصنا هذه المدة إنه ما تزيد عن 15 دقيقة. هني نتكلم عن التميز، ان نحن كيف طبعا نحن قاعدين نسعى باستخدام التقنيات الحديثه والتكنولوجيا ان احنا حتى نقلص هذه المده، نخليها حتى بالدقائق والثواني. فهذا هو التميز، ان احنا نسعى تطوير الخدمات في الهيئه عن طريق التميز. طيب مهندس عثمان، فيما يتعلق بالخدمه الان، يعني عامه الناس ان كان يعني من المواطنين او المقيمين يفتح الماي يجي على طول، الكهرباء على طول، وما شاء الله يعني الشارقة كل يوم عن يوم تكبر أكثر. نعم. مشاريع تكبر وهذه بحاجة إلى طاقة.
ماذا عن مشروعات الطاقة أو المشروعات الخاصة بالكهرباء تحديدا يعني أو بصفة خاصة والماء بصفة عامة والغاز كذلك اللي تقدمها الهيئة للمستهلكين؟ لأن في خفايا نحن ما نشوف، نحن نشوف الشارع أن الليتات شغالة بس، لكن أكيد في مجهودات كبيرة طبعًا. تقوم بها الهيئة حتى توفر هذه الخدمة للمستهلكين. طبعا الخدمات يعني إحنا أول شيء لازم نواكب جميع التطور اللي يصير في الشارجة، الشارجة كبيرة جدا يعني وتكبر ما شاء الله يعني، ومشاريع جديدة نشوف مشاريع تلال، مشاريع الصجعة الصناعية، يعني شموس الزاهية، كل هذه تحتاج إلى كهرباء من غير منطقة السيوح التي تنمو بطريقة سكنية ما شاء الله يعني. فإحنا اللي يصير إن إحنا نقوم بتخطيط هذا الموضوع من البداية أول ما توصلنا طبعاً، هذه المشاريع نقوم بتخطيط لها ونشوف كم تحتاج هذه المناطق من كهرباء، كم تحتاج من جهود على أساس توصيل هذه الكهرباء للساكنين، كم الوقت اللي نقدر إحنا نسوي هذه المشاريع، الشركات اللي تقدر توصل توصل بطريقة أسرع. فكل هذه الأمور مكلفة طبعا، هذه مكلفة أولا، ثانيا تخطيطيا تكون صعبة متعبة يعني. لأنك أنت ساعات تكون في كثبان رملية، ساعات مناطق جبال، مناطق كذا، فكل هذه تحتاج إلى جهود كبيرة يا أخوي. يعني المفروض الناس طولون بالهم على الهيئة. هي نعم نعم. إنزين، هل في عجز مهندس عثمان من ناحية الكهرباء؟ لا، ما عدنا أي عجز الحمد لله. إحنا طبعا يعني؟ هي تعاقدنا طبعا مع أول شيء إحنا من ناحية الوقود الغاز الطبيعي يوصلنا طبعا عن طريق شركة دولفين الحمد لله بكميات كبيرة. عندنا من الصجعة من اللي هو أبار الصجعة موجود، من ناحية اللي هو الوارد من الكهرباء من مناطق مختلفة، منها أبو ظبي ومنها من الفجيرة، الحمد لله مكتفين من هذا الموضوع. ما في عجز يعني الآن الحمد لله، حتى من المياه بعد إحنا في عندنا وارد، وفي عندنا اللي هو ننتجه إحنا بكميات كبيرة تصل إلى تقريبا 100 مليون جالون في اليوم ما شاء الله، وهذه تكفي للشارجة والحمد لله. الآن نمد خطوط جديدة لإيصال المياه للمناطق اللي هي مثل السيوح ومثل مناطق الصجعة، في عندنا خطوط مثل مهدب وهذه الأماكن هذه، فكلها هذه الحمد لله فادين ان احنا نوصل فيها الحمد لله، وعلى قيد الانتهاء يعني ما شاء الله الحمد لله. طيب هناك محطات فرعيه ومحطات رئيسيه اكيد تابعه للهيئه. نعم. حدثنا عن المحطات الرئيسيه لان المهمه هذه هي وعددها. اولا هذه المحطات الرئيسيه هي المحطات النقل احنا نتكلم عنها ال 132 كيلو فولت. هذه المحطات الكبيره احنا دشنا ثلاث الان، ومنه وبعدين الحين دشنا ثمان اللي هي 33 كيلو فولت، هي محطات توزيع للطاقة منها في السيوح بعد وحدة وفي الزاهية وفي مناطق مثل النهدة. هذه كان في احتياج ان احنا نبنيها على اساس انه احتياج الناس اكثر للمناطق. طبعا احنا نركز اول شيء على المناطق السكنية ومن بعدها التجارية ومن بعدها الصناعية. نعم. نعم. هذا فيما يتعلق بالمدينة، مدينة الشارقة. مدينة الشارقة. ماذا عن المناطق الأخرى التابعة؟ حتى المناطق الأخرى اللي هي خاصة بالوسطى، وحتى في مناطق اللي هي مثل خرفكان وكلبة. طبعا النمو هناك في كلبة وفي خرفكان أقل بكثير. صحيح. من الشارقة. نعم. يمكن يتراوح بين تقريبا من 1 إلى 2% في السنة عندهم في المناطق اللي هي المنطقة الشرقية، أما منطقة الشارقة تصل إلى 7%. نمو كبير يعني متسارع. نمو متسارع. المنطقة الوسطى كيف؟ نفس الشيء 2% تقريبا. يعني مقدور عليها. مقدور عليها وقليل يعني حتى هذا. وإحنا في خلال السنوات اللي فاتت كنا إحنا موفرين الطاقة لله. جميل. طيب خلونا نذهب لفاصل مشاهدينا الكرام، ونتواصل معكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل وحوارنا الشيق عن ما تقدمه هيئة كهرباء ومياه الشارقة من خدمات للمواطنين والمقيمين.
حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل، متواصلين معكم ومع ضيفينا الكريمين والحديث عن هيئة كهرباء ومياه الشارقة. أستاذ محمد، سؤالي عن بأن الهيئة قامت بتركيب أكثر من 500 مرشدة مياه. قطع مرشدة، نعم. نعم؟ القطع المرشدة. قطع مرشدة، إيش هذه أول شيء؟ خلنا نتعرف عليها. نعم. بس. طبعا كنا ننظر من ضمن استراتيجية الهيئة أن توفير 30% حتى عام 2020، فبالتالي أنت تبي تلمس أثر الترشيد أو الأثر لنسبة 30% هذه، بدينا بالقطع المرشدة. القطع المرشدة هي عبارة عن مثل قطع تركب على الحنفيات المساجد أو حنفيات البيوت، تقلل نسبة الاستهلاك يوصل 50% ل80% حسب نوع الاستخدام. وين تركب؟ في الحنفية يعني؟ في الحنفية يعني، ممكن تحصل مثلا في كذا من مساجد الشارجة، الحمد لله تم تركيب القطع موجودة فيها، في بعض الجهات الحكومية تعطيك مثل الرذاذ أو تعطيك مثل تستهلك كمية ما أقل جدا قليلة. هذا سوى توفير جدا كبير، حتى أنا أذكر في أحد من الأخوة كان يقول لي أن هذا المسيد سبحان الله قدومة ما في ماي، يوم أنت ركبت القطع حين ما شاء الله ماي متوفر على طول. صحيح. فسبحان الله هو سلوك واستخدام. فهاي القطع المرشدة وفرت كبير شيء كثير جدا على صراحه على الهيئه. هذه استوردت الهيئه خاصه بالهيئه ولا موجوده في الاسواق؟ اي نعم، لا احنا وفر، احنا تم توريد هاي القطع خاصه للهيئه وتم توزيعها على المستهلكين، ولكن هاي القطع بعد موجوده في الاسواق البيع. فتحنا في الفتره الاخيره في اداره المياه قسم تجاري لاداره المياه خاصه لتوفير مثل هاي النوع من القطع باسعار جدا رمزيه للمستهلكين ذات جوده جدا عاليه. يعني تم تعاقد مع كبرى الشركات المتخصصه في مجال تقنيات اللي هي توفير استهلاك المياه الخاصه في القطع المرشده. لو ساروا الاخوان وندعوهم انهم يروحون اداره المياه بيحصلون جدا قطع كثيره، يعني مش فقط على مستوى القطع المرشده اللي هي الحنفيات، حتى موجوده في الشاور وموجوده للكذا في سرعات مختلفه بكميات مختلفه للمياه وحسب حاجتك انت للترشيد. حتى يابو قطع مؤخرا اللي هي خاصه بترشيد استهلاك من ناحيه خزانات المياه، بحيث انك استهلاك كميه الماء زائد معالجه استخلاص تخليص من الفضلات تكون بطريقه تقنيه جدا ممتازه اللي هي تقنيه الدوران والشفط، اللي هو نفس الطائرات. فهاي التقنيات تم توفيرها بعد من قبل اداره المياه، مشكورين للمجتمع. فاي حد من المجتمع حاب ياخذ من هالقطع متوفره في اداره المياه. جميل، هذه كم وفرت الان كنسبه مياه على الهيئه وعلى المستهلك؟ نعم، طبعا تم رصد هذه النسب من قبل اداره المياه. الحمد لله في احدى المساجد تم توفير 70% من الاستهلاك في المسجد. طبعا انت يوم بتقيس على مجموعه من العينات اللي تم تركيبها، فولله الحمد هاي 70% لها اثر وايد كبير يوم تيجي تحسبها على ما شاء الله عدد مساجد الشارجه توصل فوق الألف مسجد، يعني ما شاء الله. جميل ما شاء الله. نعم. طيب خلونا مشاهدين الآن نتابع معكم هذا التقرير ومن ثم نواصل الحديث عن مشاريع هيئة كهرباء ومياه الشارقة. الشارقة مدينة الترشيد، استراتيجية سعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى تحقيقها من خلال مبادراتها المختلفة التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30%. الهيئة قامت بتشكيل فرق عمل من الإدارة الفنية تتولى تركيب القطع المرشدة دون مقابل، وتابعت كاميرا الشارقة اليوم إحدى هذه الفرق أثناء أدائها لمهمة عملها. تابعنا فرق الذي حدث قبل تركيب القطع المرشدة وبعدها، إذ شاهدنا انخفاضا في كمية المياه تتراوح ما بين 30-40% قبل تركيب هذه القطع وبعدها، مما يعادل ثلث الكمية أو أكثر من الثلث بقليل. هيئة كهرباء ومياه الشارقة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى أن يتفهم الجميع قيمة تلك القطع المرشدة التي بالإمكان أن يتم تركيبها على صنابير المطابخ وفي دورات المياه، إضافة إلى كيس الإزاحة الذي يوفر كمية كبيرة من المياه عند استخدام جهاز الطرد في دورات المياه. مبادرة تهدف من خلالها الهيئة إلى ترسيخ ثقافة الترشيد لدى كافة شرائح المجتمع. We'll be right back.
حياكم الله من جديد. طبعا تابعنا التقرير، وقبل ذلك الأخ محمد عبد الله كان يتكلم عن مرشدة المياه فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالمياه. مهندس عثمان، يعني اللي هي قيد الإنشاء الآن أو اللي تعمل عليها الهيئة الآن، نقوم احنا بإيصال الماء عن طريق أنابيب جديدة من منطقة مهدب إلى منطقة الصجعة الصناعية ببايبلاين أو اللي هو القطر أنبوب، القطر تقريبا 800 ملليمتر. في عندنا في الشبكة اللي هي شبكة الصناعية في الصجعة، طبعا تم الانتهاء منها، الحين نقوم احنا بربط هذا الخط اللي تكلمت عنها مع الشبكة شبكة المياه. في عندنا خط السيوح 800 مليمتر، بعد في خطين موازيات لشارع الشيخ محمد بن زايد، بعد احنا بنقوم بتدشينها قريبا. يعني وين بتخدم هاي؟ هاي بتخدم المناطق الجديده طبعا اللي موجوده، عندك تلال، عندك موجوده اللي هي السيوح، عندك هذه المناطق، لانك لازم توصل كل الشبكه الكهربائيه، عباره عن نسميها احنا الرينج اللي هي خاصه بكل الخطوط تكون متواصله مع بعض، اساس لو كان عندك اي مشكله في خط، الخط الثاني يقوم بإيصال خدمة المياه لهذا المكان. عندنا الزاهية، عندنا مناطق داخلية نقوم بإيصال المياه لها، جميع المشاريع الجديدة من شموس، من الواحة، من مناطق اللي هي خاصة بالنجوم. هذه تم استغلالها الآن؟ الآن احنا نقوم بإمداد هذه. طيب مهندس عثمان، ما علي، يعني احنا على ما نسمع ويعني نقرأ بأن دولة الإمارات أو المقيمين في دولة الإمارات استهلاكهم للماء يعني على عددهم غير معقول، يعني استهلاك كبير جدا، إيش السبب؟ يمكن ضاف نتسبح وايد يعني. والله هذه بعد واحدة من الأشياء، طبعا الثقافة اللي موجودة عندنا احنا في استهلاك المياه يمكن أكثر من الدول الثانية، لكن بحساب اللي هي طبعا الحساب العالمي يتكلم عن 500 جالون للفرد، ولكن هذه مش صحيحة، ما نشوفها احنا صحيحة. اخر يعني معلومة اللي وصلتنا ان هي 300، وهي على ستاندرد عالمي احنا بنكون اقل بكثير من اللي هم كانوا يتكلمون عنه، ان الاستهلاك عندنا كثير. احنا استهلاكنا مش الفرد نفسه، ولكن فيه مصانع معينة تستخدم مياه كثيرة، فيه نستخدم الماء للزراعة أو يعني للري الزراعي، لكن هذا كيف نحسبه احنا على الفرد؟ هل هو الفرد اللي يستخدمه لنفسه؟ لا، صحيح. استخدامه هذا. فأنا تعقيبا على الأخ محمد بعد على الموضوع اللي هو استهلاك الماء في البيوت خاصة، لاحظوا أن الحنفيات، الاستهلاك في الحنفيات أكبر استهلاك، تقريبا يوصل إلى في حدود 50% من الاستهلاك في البيت. في أمور ثانية خاصة بتسريب المياه، التسرب في المياه داخل التسرب داخل البيوت تحت اللي مثلا اللي هي ما حد يدريبها، وتحسب على الأشخاص هذه وهم ما يدرون عن الموضوع. ف طبعا كثير من الاستهلاك رايح لاماكن اللي هي مش بس لازم حتى الخدامات في البيوت، يعني اذكر سووا حملات قديمه قبل فتره وصلوا حتى ل الخدمات في المنازل، حملات ومبادرات كثيره. نعم. تقريبا فوق ال 14 مبادره، منها هذه ربات البيوت، ومنها الخادمات اعطوهم بعض الدورات على اساس انه يعطونهم يعني بعض النبذات عن كيفيه استخدام المياه. نعم. بالاضافه الى تركيب هذه القطع المرشده اللي موجوده في المياه، وبعض النصائح كيفيه استخدام الكهرباء او المياه. صحيح. نعم. طيب يمكن الان بناقض نفسي بنفسي يعني بالسؤال هذا، اذا كان في هناك استهلاك كبير للمياه على مستوى اماره الشارقه، مصنع زلال
ما شاء الله يعني مصلى ينتج يمكن كبير كبير، وهذا السؤال اللي بسألك عنه الآن أخ محمد. يعني لابد أن نتوقف عند مصنع زلال الذي أسس في عام 1995 كمؤسسة حكومية غير ربحية تابعة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة. نتحدث عن المصنع هذا وخدماته وكمية الماء كذلك التي يعني تخرج من هذا المصنع وتوزع في إمارة الشارقة وفي الإمارات الأخرى إن شاء الله. أشكرك على السؤال، صراحة سؤال جدا مهم، على أساس نعرف الناس عن مصنع مياه زلال. هذا المصنع الوطني اللي فعلا صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة عنا بتوفير فعلا الحياة الكريمة لمواطنيها عن طريق توفير أفضل الرعاية الصحية وأفضل الخدمات. مصنع مياه زلال تم تأسيسه في 1995، كان في بداية تأسيسه كان في منطقة اللي، وارتأت عقب الإدارة من ناحية استراتيجية على تحويل المصنع إلى منطقة حمدة. طبعا حمدة هي منطقة متى صار النقل محمد؟ ما يحضرني التاريخ يعني دلوقتي. بعدها بفترة طويلة ولا؟ لا فترة طويلة يعني. فترة طويلة. فانتقل المصنع بعدين لمنطقة حمدة، فالآن الماء المستخدم في مياه زلال من آبار حمدة. نعم. فتقدر تعتبرها هي الآبار الوحيدة من المياه اللي تأخذها من الآبار معدنية طبيعية يعني. في طبيعية نعم. طبعا مصنع مياه زلال لو تم نقله إلى آبار حمدة تم تأسيسه بشكل كامل بأحدث التقنيات، يعني 50% من المصنع يدار بروبوت. طبعا هاي التقنية الآن اللي هي ضمن استراتيجية دولة الإمارات في التحول الذكي والتحول الإلكتروني، فهي مصنع مياه زلال كان من أول المبادرات تحويلها إلى هذا النوع من التقنيات الحديثة. مصنع مياه زلال اللي هو من آبار حمدة تم تعزيزه بكفاءات جدا عالية، تم تعزيزه بكفاءات مواطنة، تم تعزيزه بشبكة جدا كبيرة من السيارات وشبكة توزيع أساس نوصل لكل بيت ونوصل لكل فرد موجود هنا ونقدم له هذا الماي اللي هو يعتبر ماي فعلا معدني أو طبيعي خارج من آبار حمدة. كمية الإنتاج كبيرة تعتبر؟ نعم، كمية الإنتاج الحمد لله تغطي الإمارة بشكل عام والطلب الموجود في السوق الآن. نعم. ما شاء الله. نعم. حتى جميل. الآن حتى الآن يوجد مثل ما تقول، ممكن حتى نوضح للناس المنطقة أو المصنع الموجود في منطقة اللي هو موجود لنا اليوم لكن يستخدم كمستودع بشكل كبير يعني. اللي بدأ في البداية. اللي بدأ في البداية. نعم. يعني فتم نقل الإنتاج كله في حاويات يعني تريلات كبيرة يتم نقلها للمستودع، ومن المستودع تطلع السيارات الصغيرة حتى بتوزيعها للمناطق الخدمية في الشرق. مهيئ كذلك المستودع من ناحية تبريد وما تبريد؟ أكيد المستودع بأحدث التقنيات تم توفيرها وبعناية جدا كبيرة. طبعا هي كلها من ضمن رؤية واستراتيجية كبيرة تم تأسيسها للهيئة وتعني بشكل خاص لرعاية المواطنين بصراحة. حتى التكلفة حتى لما تأخذ اليوم أنت أقل ماي معدني مثلا بتأخذه من تركيا أو بتأخذ من هذا ما بيكون أقل عن مثلا 17 إلى 20 درهم البوكس الواحد. نعم. إحنا في الهيئة نبيع الآن الكرتون اللي فيه 24 حبة ب 12 درهم في جمعيات، يعني مبلغ صراحة خدمي، ونشكر من قام بوضع هذه التسعيرة ودعم هذا المنتج. نعم. ننتقل مهندس عثمان الآن للحديث عن الغاز الطبيعي كخدمة تقدم طبعا إلى المنشآت السكنية والصناعية في الإمارة. طبعا احنا أول شيء نركز على المناطق السكنية من ناحية إيصال الخدمة خدمة الغاز إليها. بالنسبة للمناطق الصناعية طبعا الآن قمنا بإمداد شبكة جديدة إلى منطقة صناعية في الصجرة. هذا المشروع طبعا نوعي إذا بتشوفه يعني في خلال في دول الخليج. صحيح. يمكن موجودة في مصر في دول تونس والمغرب وكذا، ولكن عندنا في دول الخليج ما في غيرنا احنا ترانا اللي واصلت الخدمة هذه للبيوت. وهذه الخدمة طبعا فيها من الأمان الكثير. أفضل كان عن أفضل من الأسطوانات الغاز اللي كنا احنا نستخدمها. ما في يعني حوادث صارت؟ الحمد لله الحمد لله الحمد ما في أي شيء. وبعدين هذا النوع من الغاز غاز طبيعي. فطبعا يتبعثر في الهواء لو كان فيه تسرب. نعم. الشيء الثاني وضعنا فيه رائحة مميزة على أساس أنك أنت
يعرف يعني تميز ان هناك في تسرب موجود. أيوة. في الغاز موجود في 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 الانبوب او كذا ولا شيء. ما في انبوبات طبعا، هي كلها واصله الى 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 البيت ده يعني، وما في عندك اشكال حتى لو كان هو تسرب عندك في البيت وكذا، انت بتكتشفه على طول. صحيح. طيب خلونا نتوقف ايضا مره اخرى مشاهدينا في هذا الفاصل، ولنا حديث ان شاء الله بعده مباشره. حياكم الله، إذن عدنا لكم من جديد بعد هذا الفاصل السريع. عود بسؤالي وأكمل مع المهندس عثمان. كنا نتكلم عن الغاز الطبيعي، من ضمن المشاريع المرتبطة بالموضوع هذا مهندس عثمان اللي هو تزويد السيارات بالغاز الطبيعي اللي بدأ في العام 2005. يعني كيف كانت التجربة كبداية وإلى أين وصلتم بعد تقريبا 12 سنة؟ طبعا احنا عندنا في تقريبا 70% من السيارات الخاصه بالهيئه تستخدم الغاز الطبيعي. طبعا الان احنا نشجع على اساس ان مواصلات الشارجه وتكون يعني تدخل معانا في هذا المشروع. في مناقشات اعتقد في هذا الموضوع من مع الاداره العليا في هذا. عندنا احنا محطه غاز موجوده عندنا في الهيئه نزود فيها السيارات الخاصة بالحياة الغاز بس الطبيعي. ما نقدر نقول يعني مربح ولا يعني داعم للبيئة يعني إلى الآن. طبعا هو داعم للبيئة، أنت تستخدم الغاز الطبيعي أفضل من 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 البترول أو البنزين. طبعا اللي هي المكونات مكونات الغاز الطبيعي طبعا موجودة له من ناحية النيتروجين ومن ناحية اللي هو السلفر وكذا، كله موجود في الهواء الطبيعي. بعد احتراقها تتحول الى شيء عادي موجود في الهواء. اما بالنسبه للبنزين فهو الكربون وثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون، فمضر يعني بالبيئه. نعم. كثير جدا، وعوادم السيارات طبعا العوادم هذه. فنحن نحبذ انه يكون عندنا احنا الغاز الطبيعي موجود في جميع السيارات اللي موجودة. هناك دول على فكرة يعني السيارات تشتغل بالغاز الطبيعي فيها يعني. نعم من زمان وناجحة تعتبر يعني ناجحة في أي إشكال، خاصة إذا كانت داخل المدينة يعني. نعم صحيح. نعم. طيب خلونا الآن مشاهدينا أيضا نتابع سويا هذا التقرير. سيارات على اختلاف أنواعها وأحجامها تقف أمام محطة تزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط بمنطقة حلوان، مشهد ينقل صورة حضارية لنموذج يدعم برامج الحفاظ على البيئة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة. هذه المحطة كانت قد أنشأتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة منذ سنوات ضمن مشروعها الحضاري الرائد لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، حيث كانت الهيئة سباقة في تزويد سياراتها بهذا النوع من الوقود لتكون نموذجا يحتذى به. فالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المركبات يوفر العديد من المزايا، حيث انه اقتصادي، يوفر الامن والسلامة، يضمن الاستمرارية، وصديق للبيئة، وتنتج عنه انبعاثات غازية أقل بكثير من أنواع الوقود الأخرى، إذ إنه نحو 60% من التلوث الحضري يأتي من استخدام البنزين والديزل في السيارات والمركبات. استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات يساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والنيتروجين، إضافة إلى الحد من هيدروكربون الميثان بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 80%. هيئة كهرباء ومياه الشارقة عرف عنها كونها سباقة في تنفيذ مثل هذه المشروعات التي تساهم في حماية البيئة والصحة العامة
والحد من التلوث، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الصورة الحضارية للبلاد. مرحبا بكم من جديد. سؤالي الآن للأستاذ محمد عبد الله، وأسأل، صار في تغيير أستاذ محمد أو نقلة من الفاتورة الورقية إلى الفاتورة الخضراء، لو تحدثنا عن هذا الموضوع. إن شاء الله. طبعا هي من ضمن المبادرات الاستراتيجية التي اتخذتها هيئة كهرباء مياه الشارقة، في اللي هي واللي هو التحول للفاتورة الخضراء. ما أخفي عليه كم كان الأثر في طباعة 500,000 فاتورة في الشهر. في النهاية شو الحصيلة؟ الحصيلة ان احنا ما يقارب 600 شيرة قاعدين نعدمها. فارتأى طبعا ساعة الدكتور راشد الليم وتمثل من توجيهات ساعة السمو الحاكم بأن نتوجه إلى الفاتورة الخضراء. هذا المشروع صراحة اللي يخدم المجال البيئي، يخدم المجال الصحي، يخدم مجال في مجالات كثيرة صراحة، حتى الأشخاص. يعني الأشخاص قبل كانوا يعانون من عدم وصول الفاتورة أو وصول الفاتورة مش بوقت المناسب، فبالتالي يوجد تأخير في مثلا توصول الفاتورة مع فترة السداد. أحيانا في ناس يتعرضون للانقطاعات بشكل خاطئ. يعني الأمر الآن استوى في كل سهولة بأيدي الأشخاص. الآن وجود الفاتورة الخضراء هي فاتورة هيئة كهرباء مياه الشارقة، هي نفسها الورقية ولكن على صيغة إلكترونية موجودة على الموبايل. عن طريق تستلمها، ممكن تستلم عن طريق الاسمس، تستلمها عن طريق الإيميل، تستلمها عن طريق زيارتك الموقع أو الموقع الإلكتروني أو عن طريق الموبايل أبليكيشن المخصص لهيئة كهرباء مياه الشارقة. طبعا الفاتورة الخضراء خدمة شريحة كبيرة من الناس من ناحية توفير الوقت والجهد، وحتى العامل انه دفع. يعني في موقف ظريف، كنت عند حلاق فيقول لي انت استاذ انت اربابي دام داخل هيئة كهرباء؟ قلت له وش انا مش ارباب؟ قلت له نعم انا دام في سيوة. قال انتوا جزاكم الله خير وانا انت وايد مشكورين. قلت له ليش؟ قال لي انا قبل كنت اخذ أكلف عمري 20 درهم أسير التاكسي، أدفع فاتورة وأرد ب20 درهم وأضيع هناك 4 روس. قلت شو يعني 4 روس؟ قال لي أضيع من وقتي 4 حلاليق، هي رؤوس حلاقة. فضحكني صراحة الموقف، يعني شيء مضحك. فيعني حلو جميل إنه يكون في له بصمة فعلا، الناس تستفيد منه من خدمات مثل هذه اللي هي استراتيجية مثل ما قلت لكم في هيئة كهرباء، وبدأ المشروع تطبيقه من 1/1/2017. جميل. طيب مهندس عثمان، فيما يتعلق بالفواتير، يعني رد تكملة على كلام الأخ محمد، هناك ناس في الحقيقة مستهلكين يشكون كثيرا من يعني ارتفاع الفواتير أو غلاء في الفواتير، متهمين هيئة كهرباء مياه الشارقة بأنها ترفع الأسعار أو ترفع يعني الاستهلاك عليهم، يعني قيمة الاستهلاك. ما ردكم على ذلك؟ والله الاستهلاك ما هو طبعا التعرفة ما زادت ولا تغير فيها أي شيء. التعرفة نفسها للمواطنين وللوافدين وللتجاري والصناعي نفسها هي اللي موجودة في الهيئة الاتحادية. طبعا احنا نواكب كما تفعله الهيئة الاتحادية، طبعا نفس التعرفة اللي موجودة عندنا موجودة عند الهيئة الاتحادية، نفس اللي هي الشرائح. طيب ايش معنى يا اخوي، يعني اذا انت ساكن في مسكن حكومي وانا جارك ساكن في مسكن حكومي، انت تيك فاتورة مثلا 700 درهم، مسكن حكومي في وين؟ في المدينة. يعني في المدينة، في المدينة. نعم. انت ياري، انت تيك 700 الفاتورة وانا تيني 2700، شو يعني ذلك؟ ما ابغي اقولها لكن لا قولها على اساس تكون يعني الامور واضحة للمستهلكين. طبعا هاي انا قاصد من سؤالي اني اوصل رسالة من خلالك الى المستهلكين. تعتمد على اسلوب الحياة اللي موجود داخل البيت وكيف تعامل مع الكهرباء، خاصة الكهرباء والمياه كذلك. هل أنت مستهلك للكهرباء بقدر كبير؟ كيف تستخدم المكيف؟ كيف تستخدم السخان؟ كيف تستخدم الماء نفسه؟ كيف تستخدم الإضاءة نفسها؟ يعني جارك يمكن يستخدمها بطريقة أفضل منك، يمكن نفس البيت نفس الحجم نفس كل شيء، ولكن استخدامه هو أقل. هو عارف عنده عارف انه هو يوم بيكون موجود في المجلس مثلا
يشغل المكيف بقدر أول شيء اللي هي وضع الترموستات اللي موجود على 22 إلى 24 على حسب جسم الإنسان. طبعا يستحمل إلى 37، فإحنا نتكلم عن اللي هو الكومفورت اللي هو يسمونه اللي هو المتوسط، إحنا نتكلم عن 24 على 22. في دول كثيرة تتكلم عن يعني عندنا في عندك في اليابان هذا شيء معروف عندهم كلهم، وحتى لو تروح حتى للوكالات الوكالات اليابانية عندنا مثل تويوتا وكذا بتحصل عندهم على 24. ليش؟ لأن هاي عبارة عن ثقافة. الشيء الثاني احنا ما نقول لك انت كيفك تستخدم الكهرباء، ولكن استخدمها بحكمة. انت مو موجود في الغرفة، اطفي الانوار واطفي المكيف التكييف، او وضعه على درجة عالية شوي 25 26. ليش؟ لما يكون نازل ترجع يصرف اكثر. هي يصرف اكثر لان الكمبرسر اللي موجود داخل المكيف يظل يعمل، اذا انت حطيته على 16 وعلى 15 يظل يعمل على أساس يوصل إلى 15. هذا أي نوع من التكييف؟ كل الدكت والسبريت؟ تكييف الدكت وتكييف السبريت أظني 16 اللي هو الليمت ماله. فأنت بتحطه على 16، لكن إحنا مو في دولة أوروبية على أساس أن إحنا تكون درجة الحرارة تقارب لهذا الموضوع. صح. إحنا ما يوصل، ما يقدر يوصل، فهو يحاول أنه يوصل لهذه الدرجة وما يقدر، فيتم الكمبرسر شغال، والكمبرسر إذا اشتغل استهلك كهرباء أكثر. فاحنا نقول لك حطه على 22، خلي المال 20 يلا، لكن لا تقول لي انا بحطه على الاستهلاك اقل، استهلاكه بيكون اقل كل ما ارتفعت زدت عليه. كل ما قل استهلاك الكهرباء فيه. الاناره كذلك، انت اذا تستخدم نوع ال LED داخل البيت افضل من النوع اللي هو السبوت لايت العادي. اذا انت تستخدم اللي هو النوع اللي هو اللمبات الاولانيه القديمه هذه اللي هي يسمونها فلورسنت، لا اللي هي تنجستن هلوجين او الهلوجين او كذا، هذا استهلاكها كبير 50 واط، ما يعادل الان ينباع في السوق ب 5 واط ويعادل نفس نوعيه الاضاءه. نفسها. فقلت مثل ما قلت لك السلوك نفسه، سلوك الفرد هذا هو اللي يحدد كم فاتورته اخر الشهر. طيب جميل، عندي مداخله انا على موضوع صراحه هذا. في طبعا الامم المتحده اطلقت مبادره 17 مبادره للتنميه المستدامه، سمتها اهداف التنميه المستدامه، رقم 6 ورقم 7 كانوا يعنون عن الطاقه والمياه. الفترة الأخيرة سوينا كثير من الدراسات والبحوث مع الجامعات ومع منظمات عالمية اللي هي ISO 14543 اللي يسمونها KNX، هي منظمة بلجيكية للايزو. ارتئينا في وجود بعض الممارسات أحيانا الخاطئة حتى في تصميم المبنى. يعني تفضل مهندس عثمان تكلم عن التكييف، لكن في أحيانا اختيار التكييف النسب الخاطئة من التكييف في الغرفة. يعني مثال، غرفة تحتاج سعة تكييف 2 طن، أني أركب له طن ونص. في هاي الحالة حتى لو أنا خليت التكييف 24، المكيف بيتم شغال ويشرخ ما بيبند، لأن الكمبرسر بيحاول يعوض. من يتدخل علشان يحل المشكلة هذه؟ طبعا الاستشاري يحط المواصفات القياسية للموضوع، لكن هي اختيار المالك في النهاية. مثلا يبي يوفر من ناحية مثلا تكييف، يقول لك والله أنا بشتري تكييف أرخص، لكن اعرف إذا تشتري تكييف أرخص أنك أنت بتدفع فاتورة أكبر. أيوة. فاحرص ان تاخذ التكييف لو شوي اعلى، بس انك ريح الكمبرسر، فبالتالي بتقلل من استهلاك الطاقه. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني، نظرنا من ضمن بعض الابحاث ان في بعض بعض الليتات او الاضاءه تتم شغاله ما تبند. يعني على قولة واحد يقول لي صدقني الليت احنا ما نبند الا يوم يحترق نبدله مره ثانيه. لا لا، يعني تتم شغاله 24 ساعه. هذه بطلان هاشم. لا فعلا، في ناس مثلا يقول لك الليتات الممرات، في الممرات مثلا تكرم في بعض الحمامات تتم المروحه والليتات شغاله، وطبعا هذا يشكل هدر كبير للطاقه، لان هذا حتى لو الليت هذا يشتغل مثلا بطاقه 24 واط، لكن يتم شغال 24 ساعه ما يبند. نعم. فبالتالي نعم. الاستهلاك على فكره بعض المنازل احترقت، يعني صارت بسبب الشفاط هذا اللي فيه. بالضبط هاي المروحه والشفاط هذا نعم ياثر حتى على الامن. نعم. وسلامه الاشخاص. نعم. طيب خلونا الان نذهب الى الفقره الاخيره في هذه الحلقه، وهي فقره ارقام.
كانت هذه فقرة أرقام. الآن يعني وصلنا إلى الختام، ولكن قبل الختام نستغل وجود ضيفينا ونوجه السؤال الأول للمهندس عثمان ونسأل إن كانت لك كلمة أخيرة ممكن أن نستفيد منها ويستفيد منها كذلك المشاهدون. أولا نشكرك أستاذ علي على هذه الاستضافة. الشيء الثاني أنا أقول للناس يعني الكهرباء نعمة، الكهرباء والمياه نعمة، ويعني احنا يمكن دولة يعني ما في عندنا ماي، يعني دول الخليج تقريبا كلها ما عندنا ماي، فاحنا نستغل طبعا اللي هو البحر ونقوم بتحلية المياه وإيصالها إلى المستهلك. جهود كبيرة بالنسبة للماي للكهرباء للغاز اللي احنا نوصله لكم يا أخواني، فنبغيكم تثمنون هذا الشيء وتحافظون على هذه النعمة أفضل من أهدرها وعقب إحنا نتحسف عليها بعدين. أحسن شكرا. نصيحة جميلة، جزاك الله خير مهندس عثمان. أستاذ محمد كلمة أخيرة تحب تضيفها؟ في البداية نشكركم على الاستضافة وعلى هذا البرنامج الرائع اللي هو فعلا يفيد المجتمع ويفيد المشاهدين. الكلمة بغيت أقولها عن نجحة الهيئة الحمد لله بعمل فرق متلاحمة متواجهة إلى وجهة واحدة اللي هي خدمة الأشخاص. فاعرف يا مشترك ويا عميل أنك أنت حتى فوق أعلى أولويات من سعادة رئيس الهيئة إلى أقل موظف الهيئة، نحن قاعدين نشتغل ليل ونهار ونسعى إلى تحقيق وتوصيل الخدمة المثلى لك. طبعا هذه ما بتتحقق إلا بتوجيهات عليا وسامية من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة. فصبر علينا وإن شاء الله بنوصلكم لأحسن الخدمات وترضيكم. جزاكم الله خير. الله جزاكم الله خير. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الشارقة اليوم. نشكر كل من المهندس عثمان سرور الماس مدير مركز التحكم والمراقبة في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، شكرا مهندس عثمان. وكذلك نشكر الأستاذ محمد عبد الله مدير إدارة التميز في الهيئة، شكرا. بارك الله فيك. إذن شكرا لهيئة كهرباء ومياه الشارقة على ما تقدمه من خدمات لهذه الإمارة ولقاطنيها. حتى نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.